عليكم لاباس بخير هنيين عمركم لاباس. مرحبا بكم معايا انا شيماء فاطمه المغربيه اللي ما شاء الله بغيت نشارك مع خوتي واحد الكيكه. بسم الله نبير الصلاه. عندي هنا كاس مع مرشيديه سنيده، عندي جوج بيضات، جوج بيضات ديال المشاهدين ديالي، جوج بيضات غادي نخلط السنيده مع البيض. كنزيد الزيت مع بعضهم، عاد كنزيد الزيت مع مرشي حتى هو ديال الزيت. فانيليا ديال دانون، دانون كيبقى الاختيار ديالكم، ما عندكم شي دانون ديروا كاس ديال الحليب. عندي هنا كاس ديال نسكافي دوبته في الماء دافي وخليته تبرد، غندير نديرو في الكيكه. هو كاس ديال نسكافي ديال القهوه مع كاكاو كيجي واعر. غندير هنا معلقه ونص ديال الكاكاو. هذا الكيك هذا راه اقتصادي، ما فيهش مقادير كثاري، اللي بغى يدير الوليدات الكوت ديال المدرسه ما فيها باس، كيجي زوين تبارك الله اقتصادي. انا دابا غادي ندوز للدقيق ان شاء الله والخمارات. الدقيق دائما كل واحد عينه ميزانه، الدقيق ما كنقدرش نعطيكم الدقيق بالعبار، دير عينك ميزانك ضرب بالضرب وشوف شحال غادي تكفك ديال الدقيق. انا دابا كندير عيني ميزاني، هما درت كاس ونص، غادي ندوز جوج خمارات ان شاء الله. عندي هنا جوج خمارات، جوج خمارات كيطلعوا الكيكه مزيان، كتجي تبارك الله الكيكه زوينه واعره كتجي رائعه تبارك الله. بسم الله دائما الدقيق كيبقى عينكم ميزانكم، دائما الاختيار ديالكم في الدقيق، ديروا الدقيق وتكيسوا متكسحوش الكيكه ديالكم. كيكه خفيفه كتجي زوينه، مازال غنزيد واحد شويه ديال الدقيق ان شاء الله. الخليط ديال الكيكه بالله تبارك الله يتجمع، شوفوا كيف كيجي، كيجي بحال هكا، كيجي عاقد تبارك الله، ما خفيف ما قاصح. هذه هي التخليطه ديال الكيكه. واحد المون صغير، نتوما كيبقى الاختيار ديالكم ديروا المون صغير ولا ديروا المون كبير، انا كندير بهذا المون هذا. دابا غادي نبدا ندير الخليط ديالي في المون. هي
تبارك الله الكيكه بغي عليه الوجد صنع بيه. انا سرحت العجينه في المون بلي علي ان شاء الله نشعل الفرن دخلها طيب. انا نشارك مع خوتي النتيجه النهائيه ديال الكيكه. كاس ديال القهوه ومعلقه ديال النشا، معلقه ديال سنيده وجوج معالق ديال الكاكاو، نديرهم فوق البوطه يطيبوا ونبدا كنحرك حتى يعقدوا ونديرهم فوق الكيكه. الشكل النهائي ديال الكيكه تبعوا معايا كي جات رائعه تبارك الله واعره. انا زينتها بالشوكولاط، تبعوا معايا زينتها بشويه ديال الشوكولاط عندي في الدار، وانتم التزيين كيبقى على الاختيار ديالكم. وكنتمنىكم ان شاء الله تتبعوني في الطريقه ديالي من الاول حتى الاخر، وما كنبغيش نطول لكم الفيديو طويل. تبارك الله شيشه غزاله جات، نتمنىكم ان شاء الله تجربوها في الديور ديالكم وديروها لوليداتكم ما تندموش عليها. نتمنىكم تتبعوني في الطريقه ديالي من الاول حتى الاخر وديروا ابوني، والشكر لكم بزاف الغزلان ديالي الغاليين. وانا اللي كنشارك مع خوتي هادشي اقتصادي الحمد لله، وكنتمنىكم الغزلان ديالي تدعموني، رانا محتاجه للدعم ديالكم والشكر لكم بزاف بزاف. Thank you.